بعض الرجالة يلفت نظرهم بنت تعجبهم قوي، منطلقة، بتهزر، صوتها عالي، جريئة، فيحس إنها فتاة أحلام، يتقدم لها يخطبها ويبدأ الخناقات، عايزها صوتها واطي، عايزها بتسمع الكلام، مش عايزها كده جريئة ومقدامة. في الحقيقة المشكلة هنا عنده، هو مش عارف نفسه هو عايز إيه، وفي الحالة دي بيرتبط ببنت الناس يعذبها، لأنه مفيش حد بتتغير شخصيته أبداً أبداً مهما عملنا أي حاجة. دايماً وجهة نظر الرجالة غير وجهة نظر الستات في حاجات كتيرة قوي، وما بيتكلموش مع بعض. تعالوا كده نشوف دراسة عملها البنك الدولي في موضوع شغل الستات، شاف الستات بيفكروا إزاي وشاف الرجالة بيفكروا إزاي. هنكتشف ولا أقول لكم ونكتشف ليه؟ نسمع مع بعض. دراسة للبنك الدولي حول التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر صدرت 2016. معظم الإناث العاملات غير المتزوجات يفضلن الاستمرار بالعمل بعد الزواج. معظم الإناث يشعرن أن العمل يزيد فرص الزواج للتعامل في مجال أوسع. أباء الإناث وإخوتهن يرون أن العمل يقلل فرص الزواج. أباء وإخوة الإناث العاملات بالقطاع العام يرغبون استمرارهم بالعمل بعد الزواج. الإناث العاملات غير المتزوجات يفضلن العمل لو تم تخييرهم بينه والزواج. قلتش أنا حاجة؟ الناس الكبارة اللي بيفهموا في الاقتصاد، اللي بيعملوا مسح لآراء آلاف من الرجال والنساء، قالوا لنا إنه في اختلاف وجهات النظر، محتاجين يقعدوا مع بعض يفهموا بيفكروا إزاي. معظم البنات اللي بتشتغل نزلت سوق العمل، لما بتتجوز ما بتحبش تقعد في البيت، بتحب تكمل. كمان معظم البنات والستات اللي بتشتغل لو خيروها بين الشغل والجواز هتفضل الشغل، لأنها جربت، على فكرة جربت تخرج وجربت يبقى معها قرش وجربت حياة تانية، ما بتقبلش إنها تتحط في البيت ويتقفل عليها. لكن معظم الآباء وإخوات البنات متخيل إنه شغلها أو خروجها هيقلل فرصها في الجواز أو إنها تلاقي عريس، في حين إن البنات شايفة لا، بالعكس، لما بتخرج بتتعرف على الدنيا وبتتعرف على الناس وبتوسع محيط علاقتها، فده يزود فرصتها في الجواز. الحقيقة وجهتين النظر دول زي ما قلت محتاجين نقعد أكتر ونفهم ونتكلم مع بعض أكتر، لكن الأهم اللي أنا بشوفه إنه كتير من الرجالة محتاجة تفهم نفسها الأول، يكتب كده على ورقة وقلم إيه مواصفات الزوجة اللي هو عايزها. عايز واحدة كده من النوع اللي بيتكسف، الغلبانة، اللي صوتها واطي وما بتتكلمش مع حد، موجود والله موجود. طب عايز المنطلقة الحيوية اللي صوتها عالي، اللي يعني تبقى موجودة في كل حتة كده ليها حضور، موجود. حضرتك بس قول لنا، أشر بس، أنت عايز إيه؟ بدل ما تختار غلط وبعد كده تقرفون أنا، تقولي المكتب أقعد أصالح ما بينكم أو نجري في المحاك. طيب كمان في حاجة مهمة قوي، إذا اخترنا صح وعرفنا إن الشغل ده بتاع الستات قيمة مضافة على الأسرة كلها، هنعرف كويس قوي إزاي نساعدها، لأنه في دول كتيرة اللي الستات فيها بتشتغل والرجالة فيها فاهمين إن الشغل ده بيحسن حياتهم كلهم، بدأوا يفكروا بطريقة تانية خالص. فنكتشف إن بقى في العالم حاجة اسمها أجازات أبوة، زي ما بندي للستات أجازة رعاية طفل، بندي للرجالة كمان أجازة رعاية طفل. ومش عايزة حد يستظرف هنا ويقول إيه يعني هندي للرجالة أجازة وضع، لا يا خفيف الظل، أجازة الوضع إحنا مش عايزين أكتر من 10-15 يوم، إنما بندي للرجالة حاجة اسمها أجازة رعاية الأطفال، علشان هو كأب يستمتع بحياته كأب ويستمتع بعلاقته بأبنائه. لدرجة إن مثلا لفت نظري إن هولندا بتقسم الأربع أشهر اللي هم أجازة ما بعد الوضع ده ما بين الستات والرجالة، يعني الست تاخد شهرين والراجل ياخد شهرين. فرنسا بتديها أسبوعين بس. فالرجالة في فرنسا عاملين مناقشة واسعة جدا إنهم اكتشفوا اللي أخد أجازة رعاية الطفل بعد ما اتولد ده، اكتشفوا إن الأسبوعين ما كانوش كفاية أبدا، لأنه يدوب بدأ يحس بابنه ولا بنته ويتعرفوا على بعضه ويعني يبدأ يتعلم يغير بامبرز وبتاع، تخلص الأجازة. في حين إنه هو اكتشف إنه قربه من الطفل اللي لسه مولود ده خلى جواه مشاعر
جميلة جدا، هو استمتع بيها فعلا. القضية مش بس تغيير البامبرز والكلام الخدمة المباشر ده، في دراسة مهمة البنك الدولي اتكلم فيها كمان حوالين دخل الستات بيتعمل بيه ايه. مش بس كده، قال انه رغم ان الستات دخلها كله بيدخل في الأسرة، لكن بتقضي وقت طويل جدا في الأعمال المنزلية ورعاية أفراد الأسرة، وشغل الست ما قللش المجهود اللي كان مطلوب منها حتى لو هي ما بتشتغلش. كمان قال لنا على حاجة استغربناها جدا بس بدأ يتعمل لها حسابات مش بس في العالم، في مصر كمان. قال انه الستات اللي بتشتغل في مصر مش في بر، 91% من نساء مصر بيؤدوا أعمال منزلية بلا أجر، سواء اللي هي يقصد بيهم إيه، الستات اللي قاعدة في البيت هي بتؤدي أعمال منزلية بلا أجر، أو اللي بتشتغل طبعا بتاخد بالها من رعاية البيت. لما قيموا الأعمال المنزلية اللي بلا أجر دي، تخيلوا طلعت قيمتها قد إيه. إحنا بنشتغل بقيمة قد إيه، 458 مليار جنيه في السنة. تاني، الشغل اللي بنعمله في البيت وناخد العيال نوديهم النادي وناخد بالنا من حماتي ومامتي وبابايا وكل الكبار في السن والصغيرين ودلع جوزي طبعا فوق البيع، يعني كل الحاجات دي والأكلة الحلوة اللي بنعملها، الكلام ده لما قيموه لقونا بنشتغل بمبلغ 458 مليار جنيه في السنة. رعاية أفراد الأسرة بس، أسرتي الصغيرة، الستات في مصر بتعمل شغل بقيمة 167 مليار جنيه في السنة. مليار مش مليون. شفتوا بقى إحنا عاملين فيكو عاملة كويسة إزاي، عاملين فيكو خير إزاي، عاملونا بقى بما يرضي الله. وكل واحد يحط إيه عقله في راسه ويختار اللي على توبه اللي تناسبه، يتعرف على نفسه الأول علشان ما يتعبش بنات الناس معاه. اتفقنا؟ أشوفكم بعد الفاصل.